السلام عليكم، مرحبا بكم المتابعين الكرام، ألف مرحبا بكم. وكنتمنى من الناس اللي أول خطرة يشوفوا القناة يشاركوا. شكرا لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا لكم بزاف على الاتجاهات ديالكم وجميع أشقائنا العرب في جميع الدول العربية. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتصلوا بيا وكيبغيو يتأكدوا واش مولين مسفيوي، شكرا لكم بزاف. كما عودتكم إن شاء الله ديما الجديد على القناة ديال مولين مسفيوي. تنبغي نقول لك نية باش الناس يعرفوا القناة، بقاش ولا واحد القنوات التي قلدوا القناة، ولكن كاع الفيديوهات راه تنذكر فيهم الاسم باش تعرفوا الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم بزاف على الثقة ديالكم، وشكرا لجميع الناس اللي شريت لهم وتيراسلوا لي العائلات والاصدقاء ديالهم. شكرا لكم بزاف على الثقة ديالكم بكم نتوما ان شاء الله، باش هاد القناة غادي تزيد القدام، وهاد القناة راه تعتبر القناة ديالكم. وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد. كما كتشوفوا هاد المنزل للمساحة 64 متر، ثمن 56 مليون، قابل للتفاوض، وكاين إمكانية وعد بالبيع كما كتشوفوا. الدخلة ديال المنزل هي هادي اير بليس ان، هنا كاين صالون، كما كتشوفوا ديما الجديد ان شاء الله للقناة. هنا كاين لاكويزين لاكور، هذا كاين شومبر تما، ما دخلتش هذاك الشومبر حقاش كاين فيه الناس. هنا كاين شومبر وهنا كاين صالون، الانسان يجي يشوف باش يبان ليه شنو كاين ويعرف شنو كاين. الف مرحبا بجميع الاتصالات ديالكم، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد على القناة ايموبيلي بني ملال. واللي باغي يبيع اي عقار غير يتصل بنا. الف مرحبا، ولي راسل لي على الواتساب على الرقم 06 74 55 35 03. ولا كان الخط مشغول عاودوا الاتصال، انتظروا ان شاء الله ديما الجديد. لكن صالدو هنا كاين شومبر، ها كاين شومبر اخر، هنا كاين السطح، غنشوفو السطح. بارطاجيو وضغطو على الجرس، قد ما كترو العروض قد ما كلشي كيستافد ان شاء الله. شتو على منظر كما كتشوفو، واحد المنظر لي منزل قريب لعين سردون. شكرا لكم بزاف، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد. ما تنساوش الاشتراك، بارطاجيو، وانتظروا ان شاء الله.